زيد لي 1000 درهم. زيد يا خويا تناخذو بديك 1000 درهم 18. غادي تشري تقدر تشري الحولي ب 4000 درهم. انا غنصرط غير اللحم، انا وليت قط ولا وليت سبع. هاد العام ان شاء الله ما شاريش. خويا ما نكتبش عليك، هاد العام هذا راه تضررنا في 3 سنين الاخرى بالجائحه ديال كورونا، وانا الجهد ديال هاد العام هذا اللي نقدر 2500 درهم 2600 بحالكم، المهم ماكسيموم ديالي 2500 درهم حشر انا والوالده ديالي، وتنتمناو ان شاء الله المحسنين والناس اللي ميسر عليهم الله يتعاونوا مع الناس الفقراء ويديروا لهم شي مبادره اللي يفرقوا عليهم الحواله فابور ولا شي. وهذا سبب الفقر راك عارف اخويا، البنادم ما عندوش شي مدخول قار، واش فهمتي؟ وتيكون بنادم عنده واحد الخدمه اللي تيقدر كاع طوب الى صور في الشهر ولا في كنت تخلص بالكنزه ولا بالشهر كاع الى صور طوب تيوصل لواحد 1300 1500 درهم، وتنتمناهم الله يدخل عليهم هاد العيده المغاربه كاملين بالصحه والسلامه. ما نقدرش نشريه بصفه نهائيه كاع، ما نشريهش لان ما يمكن لياش غنشريه. انا مثلا سيبوزون غنشري الحول، يا مثلا كاع غنشري بشي 40000 ريال غنتقاتل معاها. ايوا ولا المواد الاخرى باش غنشري الزيت، باش غنشري الخضره، انا غنصرط غير اللحم، انا وليت قط ولا وليت سبع ناكل على اللحم، ما غنشريو خضره، ما غنشريو زيت، ما غنشريو طحين، ما غنشريو حتى شي حاجه، راه كنشري داك الحولين الصرطه ونوضو مع الطريق. قلنا شكون اللي خلاك تعيد بها؟ السنه قطعوها لينا، حيدوها، باقا شي سنه، فين مشات السنه؟ فين مشى المغرب تكفاس؟ ولا فيه الفسق؟ ولا فيه الفساد؟ ولا فيه اي حاجه؟ ما بقاتش فيه شي حاجه اللي زوينه. منين ولاو تيقولوا لك كيحرموا الحلال وكيحللوا الحرام؟ اش تبقى ما تعيد؟ اش تبقى فين هي السنه؟ باش غدير هاد السنه؟ باش غدير هاد السنه؟ عقول لي باش؟ يلا ما كاين باش. ولهذا خليهم يعيدوا غير همايا، بارك عليهم. الى عيدو هما الله يجعل البركه. واش نقول لك اخي، هذا العام ان شاء الله ما شاريينش. العام فاش شرينا ب 1500، هذا العام راه القضيه راه 1500 يوليو 3000 درهم ولا 4000 درهم تاخذوا. واش اللي عطى الله؟ الله يصاوب، الله يخت فيهم الحق. معنا ما نديرو، غلاو علينا كل شيء. ولكن هذاك الساعه هو نقول لك نزيدوا عليه واحد 500 درهم. الله اكبر. 500 درهم هي 2000 درهم. ما كسبش معنا ما نديرو، شوف لنا الله عذرنا. ما نعيطش اخويا، ما نعيطش المرضي. مازال العام اللي فات عيدنا بواحد 2000 درهم، هذا العام ما نعيطش. يجينا الكرا اخويا مع مع الحولي، واش تخلص الكرا ولا تشري الحولي؟ غادي نتخلص الكرا، وهذا غادي اللي يدير شي غادي تشري تقدر تشري الحولي ب 4000 درهم. ما يمكنش تشري اخويا حولي ب 4000 درهم. وحولي قال لك اخويا من الصبليون داير ب 600 درهم. وغادي يبيعوا لنا حنايا ب 3000 درهم، ما يمكنش. وانا نتمنوا من الله من المسؤولين اخويا يديروا لنا اخويا شي حل، والحل اخويا المسؤولين راه معايدين، اللي لاباس عليه راه معايد. ونتمنوا نشوفوا المسؤولين من ديك الطبقه اللي قل من المتوسطه يديروا، ما كاينش العيد اخويا الله يرحمك الوالدين، يديروا ما كاينش العيد. بحال واحد الاعوام ديال حسن الثاني ما كاينش العيد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كاينش عيد على العموم، ما كاينش العيد. هادشي اللي غادي يكون ان شاء الله، وتتمنى الله هادشي غادي يكون اود مهمتي. جهدي يا خويا تناخذوا بديك 1000 درهم 18، الله يجعل البركه. كمام كنحضروا لهم عينيهم وصافي، كنحضروا للدراري عينيهم وصافي، ما نخليهمش معلقين ولا يشوفوا حوالات الجيران يجريو عليهم ولا. وانت يا انا قلت لك قدام معايا في قهوه، ما يمكنش 1000 درهم فوق منها ما نقدرش ناخذ. ها الما والضو كيتسال، ها الكرا كيتسال، ها المعيشه انت شتيها غاليه، والدراري حنايا مسكوني دابا كنفكروا في كرشنا، ولا نفكروا في الدراري الصغار، ها المدرسه، ها بزاف الحوايج. ونطلبوا الله في الخير اخويا، ما كرهناش ما كرهناش اخي. واش غادي نقول لك اخي، عندي وليد وعندي المراه وخدام خدام تنقي، زاد لي 1000 درهم وجهد ديالي اخويا. هادشي هو اللي عيطتي بالعام؟ لا لا، العام اللي فات 24 كملوا لي الناس. واحد دابا راه حاله ضعيفه وداك الشيء، جات ديال 1000 درهم. ما كرهناش حنا الوليد، انا مع الولد ما مش مشكل، انا ما بغينا نفرحوا الولد وصحابه.